أهلا وسهلا يا أصدقائي، هيا بنا نسبح. أين بلبل؟ أهو هنا أم هناك؟ أو ربما هنا. بلبل، ها أنت هنا. لكن بلبل، أخبرني، ماذا تفعل خلف المسبح؟ يبدو أن بلبل خائف من الماء، وهذا شعور طبيعي. الخوف يا بلبل هو الشعور بأن هناك أمراً سيئاً سيحدث، كما أنه يساعد في تحذيرنا من أي خطر، ويمكن أن نشعر بالخوف حتى وإن كنا بأمان. الكل يشعر بالخوف أحياناً. أحسنت بلبل، الرسم طريقة ممتازة للتعبير عن مشاعرك. أجل، هيا حاول خطوة خطوة. أوه.